بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالك سوى الدرسي لبعض كبرني علمي تجويدك كارهان كتاب الله يقان عيسى هداية المستفيد في أحكام التجويد. وحين صبر أني ما ننت جوه الرئيسين قيبتي عشر جوه الرئيسين هردعها ما أنت وحين برنا طبعا أحكام تا وان برني استعادة دي بس ما لذا أحكام تا نون نون كربان أيام برنا أحكام تا نون كربان أيينو برنا مرك وأيهاي هل كاسيان كقادنا إن شاء الله تعالى. فصل وعتب عصب ويان ولغو برانيا في أحكام أحكامتا النون النونكا الساكنة سكونة سنة مرابا والتنوين إيا التنوين هم يهي نونك رابا نونك رابا ونونك هل كان كقرنا منك نون وحدوشك سارا سكون ورابا يهي مركا نونكاس رابا أحكام يولي أحكامتا وحكام دا مر ولا موجيا مر مر اتوال اسكو يد غاما والحرف كلا ايا لسلحقليا مر نون كان ولا قريا مر نون كان حرف كلا ايا لغو بدلا احكام تاسولي وحا كلو نا اسكو حكو يهين وحا لو يقانا تنوينت تنوينتو نوا محين تنوينتو حويا ولا ليال وفتحتين وماكو مر تحرف كو وطلب فتح اما لو كردق هي كسرتين حرف كو وطمار تلب خوصدق iyo xaraf ku oo wata maareeyti laba gudnin ama dammatayn laba gudnin buu wataa markaas loo yaqaan tanween maxaa tanween lagu bixiyay sababtoo ah waa nuun ee kaysin nuunka loo ekeysinayo midalan tanween da fadhateen kaas xaraf ku markuu wato laba fadhateen sida midalan aliman ayaan qorina ali man halka fadhateen baa la salaam markan ku dhawaaqin oo fiirso ali man يعني من واحد مدينه هنا تهميم النون لكن هو حويان تنوين نون بالو اكيسي سادرتيد ان نون اكيسين بالدها مركا لبداس واسك حكم نون كريبان يا تنوين احكام تنون كريبان ومهم ان هتاد براتو احكام تنون كريبان قيبه واوين او كميده مارتي علمي تجويدك وحوين ayaad ka baratay 32 meelaha wax ku dhowbad baratay hadii Ilaahay uu ku faahfaahiyo subhanahu wa ta'ala Allah inoo fududeeyo markaas kitaabkan baranay su'aal iyo jawaab ayuu ka kooban yahay siinka hadda aragtay mar walba waa su'aal wuxuu yiri su'aashu waxa weeyaan annunu saakinatu nun ka reeban waa nunki maratay sukunta saarnay wa tanwiinu ya tanwiinti kala ahay fathatayn kasratayn iyo dammatayn كم حالة لهما إمس حالة ضد أم أحكام تود إمس حالة ضد ويان يعني حالة ضد وإمس النوع بي وقيب سمان سيديبا حالة ضد يحكم كدون نقني وايهن حالة ضد سان وغانا وحين تيغن ناي شوابتا لغسية أو أه هل كان بيكو قرانتاين شيم وشواب وحلي لهما وحي ليهن ننكر ربناي تنوين تو وحي ليهن أربع حالات أفر حالة ضد أفر ميدون بين نقدان كو وحل لهذا الإظهار إنها لموتشيو إظهار إن نونكي يتنوين تي لموتشيو نونكي إنسيدي سلام موتشيو كو يتنوين تي إنسيدي دلام موتشيو تاسي وحويان وحالة دكواد حالة دلابات الإدغام إن ليسكو إدغامو نونكي ربنا أيا وحلوي إدغامي نونك حرفو كحيغان أيا لوي إدغامي إدغام كو وحويان in la isku dhafo la isdhexgeliyo mixed laga dhigo laba xaraf in la isdhexgeliyo waa xaaladda labaad ta koowaad waa muujin ta labaadna waa idgham oo isdhexgelis ah ta saddexaadna waxa la yiraahdo iqlaab iqlaabkuna waa bedel yaani xarafki nunka ahaa ayaan ku bedelayna mim xaraf kale lagu bedelayaa taana waan baran doona xaaladda afaraad ee nunka reeban iyo tanwiinta ay yeeshaan waa al ikhfa وقرسومت إنو كي ربنا لقريو وعلقو دواقين أما تنوينتي لقريو أو عنلقو دواقين أيضو أي لا سعطو حلال دو غنة أما سنقرور كهذا الوحى الله يقانو مركا سؤالشي جوابت دي وحي النقطي لهما أربع حالات نفر حالة دو بوليهي الإظهار إلا موشيو
والادغام ان مارتي لغو دفو اما لدح جلي حرف كلا والاقلاب هي ان نونكي رابناي تنوين تي حرف كلا لغو بدلو والاخفاء هي ان نونكي رابناي تنوين تي لقريم انت هداد اللي فهمتي ميد ميد بين مركا او هوس كلنا وحين هوس كلنا افرتا حالتود ميد ميد كو هرية اظهار كأهبا ان مارتي بران ان كو ما حد الاظهار ومحي اظهاركو ومحي اظهاركو لغة اللغة العربية محائر إظهار لو يقان وكو وإصطلاحا إصطلاحنا وحل هذا محي عربي حنتا علمي سنة علمي تجويد محال لو يقان أي لغة شيء وياهي شيم جواب وحويان أما لغة هذا اللغة العربية إظهار قوي ديسي فهو وحويان البيان وين وحل عدايو شيء لعدايو لبيامي أي هذا وحوى لموجي ولا إظهاري وأما إصطلاحا ان اصطلاح ما رايت علمي تجويد كام اري بحنت علمي تجويد كو اري اظهار وكل يا وحا ويان فهو وحا وي اخراج صوبحت اما لغا سو سا ان لغا سو سارو كل حرف حرف كستا لغا سو سارو من مخرجه ماشو كسو بحاي من غير قنتنا يدو انو قن لا سكونين فهو وحا ويان اخراج ان كسو سارتو كل حرف حرف كستو كمد 28 حرف أي حروف تا هجاد دوكا كومن تاي وإن الحسيدة لا تنكا حرف ميدول بكسو سارتو من مخرجه ميشو كسو بحاي وميشو كسو بحاي حرف البسيدي سينا دور أواقي ويانو آد موچي سو نون كوحو كسو بحاي هال كاسيدي سو موچي وحكا لها كدرين ميم كوال كاسو كسو بحا يعني إظهار وحلوغة جيدا حرف كستا أو كمدا حروف تا سيدة لا تنكا أهين ميدول بميشي سالغا سو سارو من غير قنتنا يدو أنا قلنا لا سعنين قلنا دون هو سن قرار كهذا الكو وحويا سن كهذا عياد مارك النفط ويك صباح يسا أو مثلا مرك قار كود وين كبران دون أحكام تكلا وحلو قد واقيا محي عند أنفسهم وحلو سعوت محي أن وحلو سعوت قلنا لا سعدا لكن كان إظهارك غنى لما سعده وكما منوع غنى ذا سياسا قرار كهذا وكما منوع حكم كإظهارك وموشن يسويان حرف كسيدي سنبا الله غنى واقيا ويهي سؤال شكو حكتا هذا انت عادلة فهمتي سؤال شكو حكتا وحيتا هاي كم حروف الإظهار وما هي وإن سحر حروف تا إظهارك يعني سيدي لا تنحرف بسوماها اللغة العربية هي قادة ويكا كومنتي ألف با تا ألف با تا تا إلا إي ألقا قاد وستيدي لا سيدي لا تنكا حرفي ميس حرف با إظهارة أولا موشيا كم حروف لظهاري ويمس حروف تا إظهارك وما هي محينك ليهن حروفه حروف تمارك إظهارك وحويان ستة واللح واللح حرف واللح ذا حرف لح ذا حرف نو هي وحيك ليهن الهمزة وهمزنا وتكواد والهاء هي هذا هذا وايه والعين هي عينك والحاء هي هذا والغين هي مارت غينك لبعد له والخاء هي خاء ضيدنا مارت لبعد دو شكله واللحظة حرف لحظة حرف يا حروف تظهرك وجمعها بعضهم dadka qaarkood ama culimada qaar waxay ku ururiyeen ama ay ku soo koobeen lixda xaraf fi awaail bilawga kalimatin nisfi baytin yaani utub tuduan gabayga ah erayada uu ka bilaabmayo xarafka ugu horeeya akhri xarafka ugu horeeya ayaa lagu soo koobay faqala markaas waxay dhahayn si maareeyay qofka daakiradiisa iyo xuskiisa uu si wanaagsan ugu xasuusto lixda xaraf ee idhaarka tuduan yar ayaa maareeyay eray kasto kamid ama kelmad kasto kamid xarafka ugu horeeya ka bilaabmaya ayaa ah xaraf idhaara marka tuducu wuxuu dhahayaa akhi haaka ilman haazahu ghayru khasiri akhi waa maxay hamza u horeeya soma akhi hamza u horeeya marka hamzadu waxay kamid tahay xurufta idhaarka waa kow haaka waa kelmad kelmadda xarafka ugu horeeya soo qaba waa haada يدونا واحد كمية هاي حروف تا إظهارك علما علما محاوه الرئي عين يدونا ما ريتي عين كوا حرف كمية حروف تا إظهارك حازه حرف كوه الرئي واحا حادونا واحد كمية هاي حرف كمية حروف تا إظهارك غيرو
غينكو وحويان وحرف كمدا حروف تا إظهار كم خاسرين خادا وحرف كمدا حروف تا إظهار ليحلا حرف أياه حروف تا إظهار مركا ليحلا حرف هذا النون ربان أما مرت تنوين أي كتب عن نون كوالا موشينيا تنوين تنوالا موشينيا سبب تو حرف كتب عن كتب بيا أي حرف كمدا حروف تا إظهار انت هداد فهمت وحوين وعلمك تجويدك كم إذا بات فهمتي ولا الكيغ مسلم كاه ولا شيء مسلم الداهي إن المهم تاي أرين تاني أكسونو هداد انت فهمت وحوين وكم إذا علمك تجويدك يا قرآن كقاب كل الله أخرين يبات فهمتي مركا واحد نري اللي حدا حرف ومهم هو إظهار كويان ولا موجنية مركا اللي حدا حرف هدين نون ريبان نون مارت سكوري سانت أما تنوينتي في الحتين كسرتين ضمتين هدي لحلا حرف متكمدة وكدم بي أو كدم بدعو نون كاربان يتنوينت وموشين وإظهار مركة تصالو ينكي بني سوق قادن إنا سينو فهم نم وإيهي سؤال شكوات وحويا ما أمثلة ومحي تصالها ذلك تصالا كرباء وتصالا وأهمارة حروف تال إظهارك على الترتيب سيسكو حقانو همسد أوه الرئيس خاضنا ووضم بيسا مركا سايس يقول حيقانا ترتيب تاه بالميد والبطو سالي قاسي شيم جواب بيولي والغسيني ترتيب وحالغسيني يا محي ان تصاليهن مثال النون تصالها النون كي ريبانا عند الهمزة وهمزة وكدب العين همزة كدن بيه النون كي ريبانا نون ريبان نون كاسو ريبان يسكون باسارا وحا كدن بيانا وهمزة مركا النون كاو اللا موچيني يا وايو وحويان وحكا دبدعي همزة همزة دونا وحرف كميدا حروف تيدهار تصال هنا واكن من آمن من آمن اسكتشر مركا نون كاوان كودا واقنا وان موچنو فيرسو من آمن بنري محمن لو يري سببتو همزة كدن بي همزة دونا وحرف كميدا ها حروف تيدهار سادر تيد نون كي ربنا ولا موچنية من ايو نقني مركا اسكتشرين اتلاحظو من آمن هذا صار هذا وحويا إن وقلت وماها إظهار كمادين هذا ما رأيت حرف كيبا نون كيبا أذكر صوت هذا ما أذكر هذا ما رأيت سيدي وحريرنا وقلت ويا سبحان الله لا إله إلا الله وإلا جو كرباش ويا وياهي تاسو كلام ما رأيت نسكومنا إذا غامي كرتيد ومدي كرتيد محي من وخلط وايو waxa nidi gabi geedaba idhaar ba hadu yahay qunna meesha ma soo galsan qaroorka hadal ma soo galo idhaar macnaheedu wax waa xarafka sidiisa ugu dhawaaq wax kale ba meel kale ba aan sidiisa ugu dhawaaq man amana saas ugu dhawaaq marka maxaa saa lagu dhawaaqay leena waxa nuunki reebna ka dambeeyay xaraf kamida xurufta idhaarka oo ah hamze kaas waa tusaalihi nuunka reeban tanwiinti oo isku xukun yihiin waa kan wa mithalu tanwiini tanwiinti tusaalihiida عندها او امرتي ان حرف كهمزه وكذا بدع يدن واسدا رسول امين رسول امين لن لن مره تنوينتي او امرتي ان ضمتين لام كوحو وترسول لام كسوح وتمحي ضمتين لبا ضمه اما لبا غدنين ايوتا لابد أقدنين ولا موجينية محلو موجينية لأنه وحا كدن بي حرفك همزة همزة نوحو كمدها حروفتا إظهارك مركا دواقي سوحو نقونا يا رسول أمين إسكي تيرينا دور دواقضة ده ده محاين رسول أمين وخلط إسكي تيرينا ده ده محاين رسول وخلط تاسنا بل لام كاس تنوين تيسا اواتوا لا موچينيا سببت لا موچينيا اظهارك او نغدنا وحويان حرفك همزة ايا كدن بي همزة نوا حرفك ميدا حروف تا اظهارك انت هداد فهمتي وحو كيوري هدبال تصاليه نونك ربنا وحو هلبا كلمد من كلمد بي اهد سما آمننا كلمد بي اهد ايضا او ما راك تنونك ربنا يا همزة دو اي اسكو هل كلمد اما اسكو هل اري ايهين بان تصالك اسين يبون وهذا كاسو وحوها مثال تصال اها ما اذا كان مرك او يهي حرف الاظهار حرف كاظهار كا او يهي والنون والنون كي اي اهاين او التنوين اما تنوين تبا اي اهاين من كلمتين لبا كلمه دود بكل اهاين اي وفرسو من كلمه بهيد امننا كلمه بهيد
رسول كلمة بيهد أمين كلمة بيهد يقو اسكو هل كلمة من ربا ومثاله تصالها من كلمة يقو اسكو هل كلمة كجرنا واتن ين يعني أونا هل كان ينكو قرآن نابا يا نون يا همزة واو يا نون يا ذا الله بدي بعض بغضا تاوينا فتح حيسان تاي نون كان سكون باسارا ها نون كها سكون أيا سارا نون كما حاكو حيقة همزة فتح حيسان ووغنا دمع سكون باسارا نون كنو فتح حيسان ين أونا ين أونا هذا هو فرس ين أونا محا هل كان نون كان ين لو يني sababtoo ah waxa ka dambeeya oo fiirsa hamze hamzadaasina wuxuu ka mid yahay xaraf ka mid ah xuruufta idhaarka ama muujinta marka nuunka halkan ku jira waa muujino waa idhaar weeyaano sidiisa ugu dhawaaqaysa yan awna bad leedahay iska jir marka inaad dhahdo maxay ya anna wa khalad weeyaan subhanallah la ilaha illallah hadii la isku xidhayna waa lagu xidhi lahaa weeyaan ha hadii la isku karbaashiina in lagugu karbaasho weyaan qofka sidaa ugu dhawaaqa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala waayahay intaa waxaanu ka qaadanay tusaalaha nuunkii reebnaa iyo tanweyntii oo uu ka daba dhacay maxay hamse uu ka daba dhacay haddaba iminka waxaanu qaadanaynaa tusaale nuun reeban oo ha ay ka daba dhacday wa mithaalu nuuni tusaalaha nuunkii reebnaayo cindalhay ha agteeda uu dhacay ha nuunkii reebnaa oo waxaa ka dambeeya uu ha yahay ama tanwiintii fatxateyni kasratayni dammateyni oo ha ay ka dambayso ayaa tusaale lagaa siinaya tusaalaha koowaad waa tan in huwa in huwa in huwa nuunkii waa kan sukuun baa saaran maxaa ka dambeeya ha huwa baa ka dambaysa den subxaana allah marka nuunkaas wuxuu noqday in nuunka waa idhaar waa la muujinaya maxaa loo muujiyay sababtoo ah hadan ayaa wuxuu ka mid yahay xuruufta idhaarka lixdii xaraf ee idhaarka ayay hadaasi ka mid saa darteed nuunkaas wuxuu noqonaya muujin iyo idhaaro in huwa marka iska jira inaad dhahdo maxay huwa haddaad dhahdo maaragtay waxa weeye subxaana allah waa in jeelka lagu diraa weeyaan jeelka in lagu dira weeyaan subxaana allah waayahay tanwiintii oo ha ay ka daba dhacdan iyaduna waata waa tanwiini tanwiintii cindahaa ay cinda nuuni tanwiintii oo maaragtay nuun uu ka daba dhaca iyaduna waa sidan baa lagu dhawaaqaya turufinhar waa sidee u qormaysa waa jiim jiimku waa godan yahay ra way godanta jurufin faada waxa weeyaan waxay wadataa kasaratayni laba kasar ayay hoosta ku wadataa oo tanwiintiya maxaa tanwiinta faadu ay wadata ku xiga haarin haabaa dee maaragta ka dambaysa haba ka dambaysa saa darteed tanwiinta jurufin jurufin haarin ban ugu dhawaaqnay maynaan dhihin maxay jurufin ha wa khalad khalad weeyaan saas waa inaan muujina sababtoo ah xarafka tanwiinta ka dambeeya waa ha haadana waa in la muujiyo maaragtay tanwiinteeda jurufin haar saasaa lagu dhawaaqaya marka taas waa tusaalaha tanwiintii oo ay ka daba dhacday وهذا وحوها كاسي في كلمتين ما كلا بك المدود كليهن إن كلمة بهد هونا كلمة بهد ومثاله تصالها في كلمة أن ننكر ربنا يهادي وهذا أي كتب عضي وما ركتي أن وهل كلمة هنا واكن تساليه ينهون 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 سنة القرميسان ويا دولا بري بعض بوضع تاسوما وين فتحي سنتي نون كونا سكون باسارن هذا باكو سيحكت قدن ينهونا ما يتبع فتح يسارن ووغنا سكون باسار ينهونا ساسي وقرميس وينهونا نون كا سكون باسارن سوما ها ها وريبن محاكو حيقا محاكو حيقا شيخو وعاكو حيقا ها هاي نون ربنا نون ربنا ها اي كدن بيساما ها اي كدن بدعنا ومحي حكم كيسو وإظهار وين الدهداء وين لسو بودا وإظهار وموشن marka nuunki wayn muujinayna waxa leenahay yanhawna sejer inaad ugu dhawaaqdo dhahda maxay yansejer haddaad qaabka ugu dhawaaqdo jeelka laysu diraya waa naga sheegnay maaragtay jeelkii farayoon ayaa laysu diraya wamithaalu nuuni nuunki reebna ha wamithaalu nuuni nuunki reebna yo cinda alcayni caynuu ka daba dhacay ile waxaan soo qaadanay nuun reebano hamse ka daba dhacay iyo nuun reebano ay ka daba dhacday
iminkana waxaan qaadanay nuun reebanoo cayn uu ka daba dhacay, nuunkaa reeban oo xaraf ka dambeeya uu cayn yahay. Waa kan tusaalihiisa. Min cilmin, min cilmin, mimki waa kan. U fiirso mimka sukun, waxa kasra uu wataa, nuunkuna wuu sukuunaysan yahay. Maxaa nuunkii reebnaa ka dambeeya? Cilmin cayn baa ka dambeeya. Hadda caynku ma ka mid ahaa xuruufta idhaarka, mise kama mid ahayn? Ayuu ka mid ayuu ahaa. Haye haddaba sheekhu dhawaaq, min cilmin sax, marka waa laga saxayaa. Subxaanallah, min cilmin qaabka waynad ugu dhawaaqdaan. Iska jir inaad dhahda maxay nuun cilmin, amaad dhahda hadaad saa dhahdana waxa weeyaan Mexico ayaa jeel ku yaala lagu diraya. Subxaanallah, waayahay wa tanwiini tanwiinti oo uu ahaa tanwiintii oo uu ka daba dhacay nuun cayn uu ka daba dhacay tanwiintii fatxateyni kasrateyni baa waxa ka dambeeya cayn. Iyadana waatan samiicun caliim, samiicun caliim, samiicun bayn qoraynaa bal waa isiin miim ya cayn samiicun siinkaas uu fatxaysan yahay miimku kasru wata yada sukuun bay wadata caynku wuxuu wataa dammeteyni laba maaragtay damme ayuu wataa oo uu godan yahay waayahay maxaa haddaba caynka tanwiinta wata maxaa ku xiga cayn kale kusii xiga oo ah caliim caliim haye haye tanwiin cayn ka daba dhacay maxay noqonaysaa xukunkeedu lasoo bood dhaqso dhaqso eedaha waka maasha allah waa idhaar weeyaan leanno xarafkan caynka ayaa wuxuu ka mid yahay xuruufta idhaarka marka waxaan ugu dhawaaqaynaa maxay samiicun caliim iska jir inaad ugu dhawaaqda maxay samiicu caliim taasna waxa weeyaan waxa lagu dirayaa maxay subxaanallah la ilaha illallah taiwan taiwan jeel ku yaala lagu diraya haddaad saa ugu dhawaaqdo subxaanallah waayo safxadda kale ku xigta ayaan soo rogaynaa wahaada buu ku yidhi wahaada fii kalimatayni tusaalahaynu soo qaadanay waa markii ay laba kelmadood kale ahayn nuunkii reebnaa min buu ahaa cilmina kelmad bay ahayd wa mithaaluhu fii kalimatin iyadoo isku hal kelmad ahna waa kan tusaalaheedu yanciqu maa laa yasmacu yanciqu u fiirso yanciqu sida u qurmiso sheekhow ila soco weliga yanciqu yaada fatxaa saaran ay sukuuntaasina nuunka sukuun weyn baa saaran caynkuna uu ka saraysan yahay qaafkaasina uu godan yahay yanciqu nuunka maaragtay haddaba reeban maxaa ka dambeeya cayn caynkuna muxuu ka mid ahaa xuruufta idhaarka haye markaa xaaladda nuunki waa maxay waa idhaar waa muujin sidaan ugu dhawaaqayna yanciqu yanciqu qaabkaasaa lagu dhawaaqayna caynkiina intaas ayuu inoogu eg yahay oo aynu tusaalaha kasoo qaadanay waxaa iminka inoo hadhayay xadii ayaan tusaalaheedi inoo harsantay wa mithaalu nuuni tusaalaha nuunkii reebnaayo cinda alxaa'i maaragta ay ka daba dhacday qaab sidii ahba logu dhawaaqayaa nuun reeban baa waxaa ka dambeeyey xa baa ka dambeeyey sheekhow sidaan ugu dhawaaqayna nuunkan waa kan tusaalihii min xasanatin min xasanatin min xasanatin nuunkii waan ku dhawaaqnay min ayaa nidhi maxaa sidaa loo yidhi leanno waxaa ka dambeeya xarafka ka dambeeya ayaa wuxuu yahay maxay xaduna xuruufta idhaarkay ka mid ahayd nuunkaasi markaa waxa weeyaan waa la muujinayaayo idhaar ayuu noqonaya wa tanwiini tanwiintiina cindaha ay cinda nuuni tanwiintiyo maaragtay cinda lcayni cayn agteeda dhacday iyaduna waa sidan caliimun xakiim caliimun xakiim caliimun maxaynu maaragtay u muujinay tanwiinta halka ku jirta sababta xarafka ka dambeeya tanwiinta ayaa wuxuu yahay xa xaduna waxay ka mid tahay xuruufta idhaarka ee loo muujiyo wahaada fii kalimatayni buu ku yidhi markaas waxa weeyaan tusaalaanku siiyey markay laba kelmadood ay kala tahay min waa kelmad xasanatina kelmad bay ahayd iyadoo isku hal kelmadana waat wa mithaaluhu fii kalimatin iyadoo isku hal kelmada tusaalaheedina waa kan yanxituuna 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 haye nuunka maxaa ku xiga
ينحتون ويهي ان مركا يادا فتحي سنتهي نون كان سكون باسارا اوكي حادو ويكسري سنتهي طالدا كان هو قدنتهي ينحتون مركا نون كاس ين حابا كحيت مركا وين لموشي ين وين لده ين اسكيتشرين ادلتا محي ين وخلط التسعد هذا بماركتي سببتو احرف مرول بنون كريبا وحل ايجي يحرف كدن بي مرول ب مركا دي صدع لحدي حرف اظهار كواتي كدن بيان ولا موشنية هدي اي حروف تيدغام كدن بيان ولا اسكو يدغامي هدي حرف كم اذا حروف اخفاء ايه قرنت واي كدن بي سوا لا قرنية نونك هدي حرف كم اذا حرف اغلاب ك وكدن بيو ولا اسكو قليبي اما ولا اسكو بتبدلية مركا مرول بوحا مهيما نونك الريبانية تنوين تحرف كدن بيان لا فيريوم ومثال النون النون كي تساله سا وعند الغين غين او كدب دعي وكن تساله هنا من ظل من ظل هي من ظل نون كي وموتشني سبب تو حرف كدب يا يا اهم حي غين غين نو حكم دي حروف تا اظهار كم وتنوين التنوين تي او مرت عندها اي عند الغين تنوين تي او مرت وكدب دعي غيننا سيدي لو دواقيا وموتشن عزيز غفور عزيز غفور قابك صلى الله عليه مركا واحد إيجيسا تنوينتا عزيز كتيرتا محا حرف كدن بيه تنوينتا ومح وغين غين نوح كم إذا حروفتا إظهاركا سادرتيد ويرموتشن إن تنوينتا كتيرتا عزيز وهذا في كلمتين تصالحا كسية لبا كلمتوت بي كلاها يعني ومثاله تصالحا مكان كسينيا في كلمة ومك أي هل كلمة سكويهين وكان تلمريس هل كلمة سكويهين فسينغضون فسينغضون ينغضون فسين يا دا وحكو حكا نون صوما نون سكوين باسارا فسين نون كي محاكو حكا غين كسريسا فسينغضون ولا موشنيا مك نعم تصالها هذا ومثال وحين هذه تصالها النون النون كيو نون كي ربنا يو عند الخاء خ كتب دعدي ها خ اي كتب دعدي وحلو دواقع مركا من خير من خير سببت النون كوالا موشي محايا لي خ داس يا وحي كم حروف تظهر كم ويا هي تنوين تيو خ اي كتب دعدي نيدونات والتنوين التنوين تيو عندها أي عند الخائخة أي كتب دعدي إذا نقاب كان الله قد واقيا قوم خاصمون قوم خاصمون تنوين تا قوم كجرت ميم كاتو شكا سارا أي أنو إغني محا كدم بي حرف كدم وخصم وخ قوم خاصم ساسو النقطة مركا ولا موج وهذا في كلمتين مركا ولا بكلمة دود بيها هاينة ومثاله تصالها في كلمتين مركا هل كلمة يسكوين هنا واكن تساليه دو والمنخنقة والمنخنقة منخنقة النون كهلكا كتيرة محا كدن بيا خابا كدن بيس خادنا وحروف تيدهاركا نون كهلكا كتيرة نوحو نغضي محاي موچن وحو كودا يمرك هتبا وقيس على ذلك هتبا تصالو ينكا لغسية ونوغا تصالا قادو قرآن كإلهي هتبا أركتو كتاب كإلهي هتبا تكو أركتو نون ريبان بد أركتو كتاب كإلهي نون ريبان بد كو أركتو نون ريبان نون كار ريبان اللي حدا حرف أكل همزة ها ها يا مرتي عين يا مركا وحوي غين لبعل يا ح يا خ لحدا حرف مد كم إذا بنون كربنا كدبية أكسون وإظهار نون كسيدي سلا غدا واقية سيدو كلا تنوين في فتحتين كسرتين ضمتين أي واحد رتي لحدا حرف همزة ها عين غين ح خ لحدا حرف مد كم إذا أي كدبية وموشن تنوين ولا موشن أيام طبعا انت هتد فهمتي لبح وحويا وحوين وكمد علم التجويد كيف فهمتي وحوين وكمد ما حي علم التجويد كايد لبح فهمتي ان ادلو سعود تارجين يا لبح عشر كيننا لبح انت هاي نوغو جوغو وانتاس او ما ريت اد كعل عليسو موقال كنا اد هدي اد فهمو اذا اد ما ريت كعل عليسو ان شاء الله تعالى هدونا اد كطبقت القران كيلاي سبحانه وتعالى هذا اللي راح انت هاي نقول شلت عشر كيلو وينو يدرس يجلس الصعدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.